نحن اليوم خرجنا اليوم في هذا اليوم العظيم، خرجنا في هذا اليوم العظيم، يوم الكرامة، يوم العزة، ويوم الفخر للشعب الليبي. نحن الآن نتوحدوا مع القيادة العامة للجيش الليبي من أجل تطهير ليبيا من الإرهاب. نحن في مدينة بنغازي نعاني من الإرهاب ونعاني من القتل والتهميش. خرجنا الآن من أجل أن نحن نتضامنوا ومن أجل أن نحن نحمو. نعم، يعني كما يقول السادة الذين خلفي، بنغازي قالت ممنوع لا للكتائب ولا للدروع. أيضا يعني هنا الكل يقول هذه الكلمة. نعم، اليوم الكل يطالب بالجيش والشرطة. نعم والله، لأن الآن نحن نطالب بالجيش والشرطة، وكرامة بنغازي هي أولى من كل شيء. نحن ما نصرش أشخاص، ولكن نصر مؤسسات وطنية تكون على البلاد، يعني ما تكون موالية لليبيا، بس ما فيها ما عندهاش أي أجندة خارجية أخرى، ولهذا نبقوا جيش وشرطة بس. الله أكبر، الله أكبر. نعم، يعني كما قال، نعم يريد بس الكلام، لا نستطيع قطع الكلام، لأن ما يريد الشعب هو ما نريده. نعم للجيش والشرطة. ماذا نقول؟ نقول نحن جماعة الجيش، أنا واحد من جماعة الجيش، هذول مواطنين، لكن يوم اللي عديد ترتع لمعمر يا اسماء هو اللي يدوي هذا يقول في ثوار انضموا للجيش، أنا واحد من ثوار اللي انضميت من الجيش في بندقة في وجه الجيش، أنا في جرفة ما عندكش مشكلة بك. نعم الجيش والشرطة، تمام. حربنا عشان وضع نحن الأمن والأمان، ما فيش كتائب والله. نعم، يعني هنا لافتات أيضا، ليبيا تسترجع كرامتها يوم الكرام. نحن نريد جيش وشرطة، لا للكتائب، لا للدروع. نحن الآن مواطنين ليبيين نقول نعم للجيش، نعم للشرطة. شكرا، بارك الله فيكم. نريد أن نبني دولة. نعم للجيش، نعم للشرطة. نعم، شكرا. نعم، يعني اليوم يوم الكرامة، هذه المظاهرة، الشباب حرائر ليبيا يقولون نعم للجيش والشرطة، لا لكل من يكفر هؤلاء الرجال. أكيد هذا الأمل متاعنا احنا في الجيش والشرطة، هذا وقتنا، وهذه الفرصة الوحيدة، للشعب بأنه يسبب مع الجيش ويد وحدة. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم نعم نعم، نحن شعب نبغى جيش ونبغى شرطة.